أكبر إن علي ولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم، وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع: الإيمان والكفر. قال الإمام الصادق عليه السلام: المؤمنة أعز من المؤمن، العزيز ضد الذليل، وبمعنى آخر العزيز بمعنى القليل. المؤمنة أعز من المؤمن. عندك مؤمنين، عندك مؤمنات، أما في الإحصاء المؤمنة أقل من المؤمن. ظروف النساء في قبول الإيمان أضعف من ظروف الرجال في قبول الإيمان. زين، المطلب المهم هنا: والمؤمن أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر في قديم الزمان كانوا يقولون إلي الكيمياء، مو الكيمياء بالمعنى الجديد، لا، الكيمياء أو الكبريت الأحمر مادة معينة مو كل واحد يتمكن يسويها. القليل من الناس كانوا يسووها حسب ما يقال، حسب ما يروى. فالكبريت الأحمر هاي المادة إذا تخليها على الصفر، الصفر ينقلب ذهبا. هسه ربما الصفر فرد إناء كبير ثقيل بخمسين كيلوغرام، فهذا كل يصير ذهب، فهذا عزيز. الكيمياء بهذا المعنى الكبريت الأحمر. الإمام يقول: والمؤمن أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر قليل، أما المؤمن أقل من الكبريت الأحمر، والمؤمن أقل من المؤمن. يعني شنو؟ يعني عندك مؤمن وعندك مؤمنة،
أما الرجل يحتاج إلى جهاد عظيم حتى يصير مؤمن، والمرأة تحتاج إلى جهاد عظيم حتى تصير مؤمنة. بعدين الإمام الشكل يسوي جملة: فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟ أكو واحد شايف في عمره الكبريت الأحمر؟ في مجلس في الحسينية في المسجد في أي مكان بخمسين إنسان، اسأل من واحد واحد منهم أنه هل رأيت في عمرك الكبريت الأحمر؟ يقول لا. فيعني المؤمن أقل من هذا الكبريت الأحمر، يعني نيأس لا، جاهد حتى تكون مؤمنا. الطائرة ما كانت، بالجهاد صارت. السيارة ما كانت، بالجهاد صارت. القطار ما كان، بالجهاد صار. القنبلة الذرية، القنبلة الهيدروجينية، الصواريخ. حديث شريف آخر قال الإمام الكاظم عليه السلام، وظروفه كانت ظروف تقية شديدة، لهذا الناس ما كانوا يجيبون اسمه، يخافون السلطة، فيقولون قال لي العبد الصالح، ما يقول قال لي موسى بن جعفر عليهما السلام، لأن الظروف ظروف تقية شديدة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: أما والله، أما حرف التفات، يعني التفت، ترى المطلب اللي أريد أبين مطلب مهم، أما والله أو أما والله، لقد كانت الدنيا وما فيها إلا واحد يعبد الله، هذا إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، ولو كان معه غيره، لو كان مع إبراهيم غير إبراهيم إنسان ثاني يعبد الله ويا إبراهيم، لأضافه الله إليه. الله كان يضيف الثاني إلى إبراهيم، حيث يقول في المكان اللي الله يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، فما كان ويا ثاني، وإلا كان يجيب اسمه. كل الكرة الأرضية ما بها إلا مؤمن واحد. نعم نعم. فهذول الأنبياء والمرسلين اللي كانوا قبل إبراهيم شنو كانوا يسمون؟ كانوا يجاهدون ويعذبون ويستشهدون ويحصلون كم مؤمن ومؤمنة، وثم هذول المؤمنين وهالمؤمنات انفرد شكل من الأشكال، إما يموتون إما يقتلون إما يروحون خلاص. فصبر بذلك ما شاء الله. إبراهيم صبر على وحدته، على وحدته الإيمانية مدة، فصبر بذلك ما شاء الله. الحديث ما يبين المدة، 50 سنة أكثر أقل. ثم إن الله آنسه من الأنس بإسماعيل وإسحاق على نبينا وآله وعليهما السلام، فصاروا ثلاثة. يعني كل الأمة المؤمنة في ذلك الزمان ثلاثة، كل شيء عظيم قليل، كل شيء عظيم قليل. قال الإمام الكاظم: أما والله لقد كانت الدنيا وما فيها إلا واحد يعبد الله، ولو كان معه غيره لأضافه الله إليه، حيث يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فصبر بذلك ما شاء الله، صبر على غربته الإيمانية. ثم إن الله آنسه من حيث الإيمان، ثم إن الله آنسه بإسماعيل
وإسحاق فصاروا ثلاث. حديث شريف آخر، روى حمران ابن أعين، هذول إخوة عديدون، بعضهم جيدون في القمة، بعضهم جيدون بشكل عادي، بعضهم لا مرفوضون. ووالدهم أعين هذا كان بكري، وجدتهم سنسن هذا كان نصراني ومو عرب ولا فرس وإنما أتراك، أتراك. وحمران هذا من عظمائهم، من عظماء الإخوة. روى حمران ابن أعين قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: جعلت فداك ما أقلنا. طبعا الشرح منها، متنا من الغربة، ماكو واحد نسولف وياه، ما أقلنا، لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. العرب في قديم الأيام كان عندهم وجبة كلها لحم، طبعا لحم وشحم يعني شيء حيواني خالص، لا رز لا حنطة لا خبز لا أي شيء. فإذا ما ناسي فكل عشرة كانوا يجتمعون على شاة ويأكلوها كلها، كل عشرة. ولا تتعجب، أناس أقوياء البدن ويشتغلون بالأعمال البدنية الشديدة، وثم مو أنه هسه يأكل وجبة بعد ساعتين يأكل وجبة ثانية، لا، فالآن يأكل وجبة، فإذا تيسر وجبة أول النهار وجبة آخر النهار وإلا وجبة واحدة. فعشرة كانوا يجتمعون على شاة ويخلصوا. جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، يعني حتى أقل من عشرة إحنا. يقول لي: لا تتعجب، روح اشكر ربك اللي في زمان اللي المؤمنين كثيرون والمعصوم هم وياكم. الإمام الباقر فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. في إحصاء حديث شريف آخر قال الإمام الكاظم عليه السلام: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمنا. يقول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام، هذا مؤمن؟ لا، مسلم. اتضوج في الدنيا الصاخبة العظيمة، ما عندك بس ثلاثة مؤمنين، واحد منهم في آسيا، واحد في إفريقيا، واحد منهم هذا في أمريكا اللاتينية مثلا الجنوبية، هو الثوج. فإذا شبه مؤمن أكو بعد متموت غصة، فزيه بس افرح أنه فرد واحد في المسجد في الحسينية هم دا يبكي على الحسين صلوات الله عليه، أنت هم تبكي على الحسين. أما في نفس الوقت يقول: صلوات الله على الحسين وعلى زيد وعلى ابنه يحيى. خلي يقول إيش ما يدري، بس أنت افرح لأن دا يبكي وياك أنس إليك. قال الإمام الكاظم: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمنا، ولكن جعلوا أنسا للمؤمنين.
الله خلاهم يكونون ك يعني متكئ لكم، والا تموتون تموتون. حديث شريف اخر قال الامام الصادق صلوات الله عليه: ان المؤمن لا يسكن الى المؤمن، يسكن يعني يطمئن، يفرح اذا شافه، كما يسكن الظمآن الى الماء البارد في قلب الصيف. في عمق صحراء الربع الخالي في السعودية تشوف لك ماء بارد، ايش قد تفرح اذا تشوف لك مؤمن، ايش قد تفرح. اما وين تلقاه؟ وين تلقاه؟ في يعني قلب الصيف، في عمق الصحراء، صحراء الربع الخالي، تشوف لك ماء بارد وين تلقاه. إن المؤمن لا يسكن إلى المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد. حديث شريف آخر يحتاج إلى مقدمة توضيحية. شوفوا، بعد فتح مكة صار عندنا جماعة يقولون إلهم مسلمة الفتح، يعني هذول قبل فتح مكة ما أسلموا، عندما شافوا الغزو العسكري أسلموا، فإذا ما أسلموا استسلموا. بعبارة أخرى كررتها فيما سبق مرارا، أنهم خرجوا من الشرك إلى النفاق، خرجوا من الكفر إلى النفاق، والمنافق أعظم ضررا من الكافر. راجع إلى مفتتح آيات سورة البقرة، الآيات الافتتاحية في سورة البقرة المباركة، تشوف المنافق أعظم خطرا من الكافر. بس يقولون لهم مسلمة الفتح، مو مشكلة، في ظاهر الأمر مسلمين، أما هذول كافرون، بل أشد من الكافرين، هذول منافق. خو هذول هم كانوا رجال هم كانوا نساء. أبو سفيان خرج من الكفر إلى النفاق، هند زوجته أيضا خرجت من الكفر إلى النفاق. زين، فأكو آية قرآنية كريمة، الآية ما قبل الأخيرة، رقم الآية 12 في سورة الممتحنة المباركة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. في فتح مكة الرجال بايعوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والنساء هم إجوا حتى يبايعون مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية في إهنان: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. نعرف أنهن كن مشركات، أما لازم نعرف أنهن كن سارقات أيضا، هسه ما قلت كلهن، ولا يزنين أنهن كن زانيات، ولا يقتلن أولادهن، هسه البعض يقتل ولده، عفوا تقتل ولدها خشية إملاق، إملاق فقر، يقول الوضع الاقتصادي ما يسمح. البعض لا، لأنه هذا طلع أنثى وما طلع ذكر. ولا يقتلن أولادهن، وحشيات وحشيات، أم تقتل ولدها، يعني كل ما أكو رذيلة أكو فيهن. ولا يعصينك في معروف، إذا هذول إجوا حتى يبايعونك بهذن الشروط فبايعهن، بايعهن، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
هاي الآية خلي تكون في ذهنكم. روى سعدان قال الإمام الصادق عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ الرجال هو بيعتهم صفق اليدين بترتيب خاص، بترتيب خاص. قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم. قال الإمام: جمعهن حوله. جمع هذول النساء المشركات حوله، ثم دعا بتور برام فصب فيه ماء نضوحا. تور إناء كبير، برام من حجر. الآن أكو في مشهد المقدسة يسوون أواني من حجر، حجر. فصب فيه ماء نضوحا، نضوحا يعني طيبا جديدا طاهرا، ثم غمس يده فيه. النبي أدخل يده في هذا الماء ثم قال: اسمعنا يا هؤلاء النساء، أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، إلى آخر الآية. أأقررتن قبول البيعة بهالشكل شروط؟ قلنا نعم. هسه اشكد من النساء في ظاهر الأمر، اشكد من النساء بشكل حقيقي. فأخرج يده من التور، عندما النساء قلنا نعم، النبي أخرج يده من هذا الإناء الكبير ثم قال لهن: اغمسن أيديكن. انتو هسه أدخلوا أيديكن في هذا الماء، مو بيع باليد، لمس الأجنبية في المصطلح الإسلامي هذا حرام، مو باليد. يعني الماء كان رابط بين النبي وهذول النساء. ففعلنا. قرأت هذا الحديث لتعليق الإمام: فكانت يد رسول الله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم. إذا الأنثى من محارمك فصافحها، إذا الأنثى أجنبية في المصطلح الإسلامي فحرام أن تصافحها، حرام أن تلمس يدها. وشوف العبارة: فكانت يد رسول الله الطاهرة، الطاهرة بالتقوى لا تنجس بالمصافحة المحرمة، مو الأنثى نجسة فإذا لمست يدها فيدك تتنجس، لا، يدك طاهرة بالتقوى، فإذا فعلت بها حراما فيدك تتنجس. بالنسبة للأنثى بالشكل، يد الأنثى طاهرة بالتقوى، فإذا صافحت رجلا أجنبيا بالمصطلح الإسلامي فيدها تتنجس بالمحرم، نجاسة معنوية، والنجاسة المعنوية أعظم من النجاسة المادية. يعني يدك تتنجس بالدم مو مشكلة، تطهرها بالماء، أما إذا تنجست بمحرم فبأي شيء تطهرها؟ تطهرها بالاستغفار، أما الاستغفار مو قطرة، تطهرها بالتوبة، التوبة مو قطرة، تطهرها بالشفاعة، أما متى تأتيك الشفاعة؟ تطهرها بعفو الله، متى يأتيك عفو الله؟ مرة أخرى للتأمل. روى سعدان قال لي الإمام الصادق: أتدري كيف
بايع رسول الله النساء؟ قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم. قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه ماء النضوحة ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعنا يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا إلى آخر الآية، يعني مثيل الآية. أأقررتن؟ قلنا نعم. فأخرج يده من التور ثم قال لهن اغمسن أيديكن، ففعلن، فكانت يد رسول الله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم. حديث شريف آخر، إحنا يعني يكون في فكركم موضوعنا الإيمان والكفر ومشتقات الإيمان ومشتقات الكفر وتفاصيل الإيمان تفاصيل الكفر. قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، صار خليفة بالمدينة المنورة، كان خليفة بس في ظاهر الأمر أيضا صار خليفة بالمدينة المنورة، وبفعل حرب الجمل، حرب البصرة، حرب عائشة، أجبر على الخروج إلى البصرة. وفي البصرة كتب الله عز وجل له النصر، فبقى فيها أياما حسب الظروف، ثم خرج إلى الكوفة وبقى فيها إلى أن استشهد صلوات الله عليه. زين، بعدما أجبر على خوض حرب صفين وعلى خوض حرب الخوارج، زين، ففي البصرة كان وضعه مثل الكوفة مثل المدينة، الناس يلتقون به هو يلتقي بالناس فيسألوا يجاوبهم. قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين فقال، يتبين الإمام كان في خطاب جماهيري، شوفوا لمعلوماتكم في زمن الإمام على الأقل فالناس كانوا يجلسون عندما الإمام يخطب عليهم، فإذا فرد واحد عند السؤال فهذا يقف يسأل الإمام يجاوبه ثم يجلس. ففي وسط الخطاب ها كان مسموح لهم، فعندما الإمام ينتهي من جواب السائل فيستمر في بقية خطاب الخطبة مالته. قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين كان في خطاب، هذول كانوا جالسين، فريد واحد من الجالسين قام لأن عنده سؤال. ويا إخواني مو شرط كل سؤال يكون ملائم لمحتوى الجملة اللي الأمير صلوات الله عليه كان يتفوه بها، لا أشكر. أشكر لازم إحنا نشكر الله عز وجل على هالمقدار من الإسلام اللي عرفناه واعتقدنا به وعملنا به إن شاء الله تعالى. قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإخوان، إخوان الإيمان، الإخوة المؤمنون، الأخوة الإيمانية، هذول شلون؟ فقال الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. إخوان الثقة يعني تثق به، إخوان حقيقيين. إخوان المكاشرة، المكاشرة يعني تفتح فمك فأسنانك تطلع، يعني ضحك، ضحك للخداع، ضحك يعني تضحك بملء فيك حتى تخدعه فأسنانك تظهر.
هذا إخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة إذا صدق عندك أخ إيماني تعتقد بأنه أخ حقيقي إليك فهم الكف والجناح. إشلون تعتمد على كفك؟ إشلون تعتمد على جناحك؟ والأهل والمال إشلون تعتمد على أهلك ومالك؟ فإذا كنت من أخيك على حد الثقة، مو إخوان المكاشر، إخوان الثقة، فابذل له مالك وبدنك. بدنك يعني أركض وياه، ابذل له مالك أبقى معلوم. وصاف من صافاه، المصافات هي الصداقة. إذا تشوف الصديق اتهم كن صديق وياه. وعاد من عاداه، عاد أعداءه، واكتم سره وعيبه. لا تفضح أسراره ولا تفضح عيوبه. العيب غير السر. زيد عنده في البنك ألف باون، هذا مو عيب، هذا سر. أما زيد مثلا هذا يعني عندما في داره وتجي قحة ساعة يقح في نصف الليل، هذا مو سر، هذا عيب، وما لك داعي تبين هذا العيب للناس. وأظهر منه الحسن، إذا عندي مزية أظهر، بين للناس أنه زيد عنده شكل. وعلم أيها السائل هذا المصير أنهم أقل من الكبريت الأحمر. الدنيا دنيا إخوان المكاشرة، إخوان الثقة ماكو في الدنيا، إلا بمقدار ما أكو في الدنيا الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة كانوا فريد واحد يقول إذا القضية هالشكل فأنا أقطع صلتي بكل ناس الدنيا. أمير المؤمنين يقول لا، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب لذتك منهم. إذا متقعد وياهم تقعد ويا منو؟ كلهم إخوان المكاشر، فلا تقطعن ذلك منهم، لا تقطع هذه اللذة من إخوان المكاشر. ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، لا تطلب الشيء اللي وراء المكاشرة من داخلهم. في داخلهم ماكو ثقة، ظاهر وباطن كل مكاشرة. لا تطلب انت الباطل، انت التذب الظاهر. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه. الطلاقة الانبساط هو عندما يتلاقى وياك ينبسط، انت هم انبسط وياه. وحلاوة اللسان، شلونك حبيبي؟ قل له الحمد لله عزيزي. بس هذا قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإخوان. فقال الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال. فإذا كنت من أخيك على حد الثقة فابذل له مالك وبدنك. وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سره وعيبه، وأظهر منه الحسن أو وأظهر منه الحسن. واعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب لذتك منهم، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة اللسان وحلاوة، من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. ألا لكم مصطلح الأخلاق التجارية؟ الأخلاق التجارية يعني شنو؟ يعني إخوان المكاشرة مو إخوان الثقة. مو هالشكل؟ من وقت اللي تطلع من دارك إلى الشارع إلى أن ترجع كم مرة تسمع سوري، thank you، would you like، كم مرة تسمع؟
هذا علامة إخوان المكاشرة، إخوان الثقلة. حديث شريف آخر هذا يقطع الظهر، هذا يقطع الظهر. أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. الأصدقاء على ثلاثة أنواع والأعداء على ثلاثة أنواع. فأصدقاؤك وين الثلاثة؟ الأول صديقك، هذا معلوم، وصديق صديقك. عندك صديق إنجليزي، عندي صديق ياباني، فالصديق الياباني هم صديقك. وعدو عدوك، وعدو عدوك. عندك عدو، هذا العدو عندي عدو، هذا عدو العدو صديقك. وأعداؤك هم ثلاثة، عدوك هذا هو معروف، وعدو صديقك. عندك صديق عندي عدو، عدو صديقك هذا عدوك. وصديق عدوك، وصديق عدوك، هذا العدو عند صديق، فهذا صديق عدوك. وين شكل؟ فهذا الحاكم المصري عندما اجى الى طهران، تنحكي على ظاهر الامر في مؤتمر دول عدم الانحياز، وسمعنا شنو قال في مفتتح خطابه من تمجيد أبي بكر وعمر وعثمان. فهذا شنو يصير؟ فهذا شنو يصير؟ يصير عدوك حسب هذا الحديث الشريف. إذا تأخذ هذا الحديث وعلى ضوءه تبحث عن الأصدقاء والأعداء، تشوف كل خريطة الصداقة والعداوة تغير. كل خريطة الصداقة والعداوة تغيرت. ابن العربي عدوك، مو هالشكل؟ والخميني صديق ابن العربي على الأقل، مريد ابن العربي، خليه صديق. فإذا الخميني عدوك، شلون تمجد به؟ أصدقاؤك، هذا حديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. حديث شريف آخر، زهدك في راغب فيك نقصان حظ. الزهد ضد الرغبة. زيدون يرغب في البيتزا ويزهد في الخبز والجبن، ضدان، زهد ورغبة. فرد واحد يرغب فيك، يعني يحب يجي إلى مجلسك يستفيد من الحديث الشريف، فأنت متريده. زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ولك ثوابك الأخروي يقل. بالعكس رغبتك في زاهد فيك، أكو فرد ثري كبير أريد ابني يجي إلى مجلس الحديث الشريف. أجيب الأمثلة على نفسي حتى الإخوان لا يتنرفزون. هذا ابن الثري الكبير ما يريدك، وهي أنت تشلب بي حتى يجي. ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. ليش تذل نفسك؟ ليش تذل نفسك؟ أكو حديث شريف ما حافظ نصه،
أنه الله عز وجل ترك للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه. يعني تتمكن تشيل 50 باوند تعطيه لصديق من أصدقائك مو مشكلة، هذا مالك. أما تذل نفسك لشخص الله لا، ما نعطيك عزة حتى تذلها لإنسان. زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. وبعد المسألة مسألة تحتاج إلى مقدمة قصيرة، وهي شوفوا إخواني، الدار دار الدنيا دار امتحان مو الجنة، حتى الدنيا تكون هدية الله عز وجل لك. الدنيا دار امتحان، صالة امتحان طويلة وكبرى. كبرى يعني كل سطح الكرة الأرضية، في الصحراء بالقطار، في البحر بالباخرة، في السماء بالطائرة وما أشبه. صالة امتحان كبيرة وطويلة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة. فأكو بيها أعمال حسنة وأعمال قبيحة. الأعمال الحسنة بها ثواب، الأعمال القبيحة بها عقاب. الثواب على أنواع والعقاب هم على أنواع، وأنواع الثواب وأنواع العقاب ما أقول كل الأنواع، ربما تصيبك في الدنيا ربما تصيبك في الاحتضار يعني الخروج من الدنيا إلى عالم البرزخ، ربما تصيبك في البرزخ، ربما تصيبك عند الخروج من البرزخ إلى القيامة عالم القيامة، ربما تصيبك في الجحيم والعياذ بالله، ربما تصيبك في الجنة، ربما تصيبك في الأعراف. القضية وأنواع الثواب كثيرة كثيرة، وأنواع العقابها كثيرة. من أنواع العقاب الاستدراج. الاستدراج، الاستدراج يعني شنو؟ يعني خدعة درجة درجة يورطه. زيد ابن عبيد عمل بمعصية، فهذه المعصية تحتاج إلى عقاب. الله عين إلها نوع العقاب اللي يسمى بالاستدراج، يعني الله يورطه يعطي نعم أكثر، فهالنعم الأكثر تنسيه ذنبه، تخليه يتلهى بهذن النعم. أفرض مثلا راح إلى مثلا مجلس غناء مختلط بتذكرة رخيصة، فالله يريد يعاقب على هذا الذنب فيعطي فلوس أكثر، فيروح إلى مجلس رقص مختلط بتذكرة أغلى فيتلهى بمجلس الرقص المختلط، فبعد ما يفكر في الذنب اللي صدر من في مجلس الغناء المختلط حتى يتدارك يتلافى يستغفر مع يتوب يسوي أي شيء اللي يتلافى هذا الذنب، هذا استدراج. لهذا في الحديث الشريف في النصوص الدينية الشريفة يقولون للمؤمنين والمؤمنات إذا تشوفون النعم لا تتصوروا أن النعم ترى كلها في صالحكم، ربما بعض أنواع النعم جاية للاستدراج. في العالم المعاصر هم عندنا هذا الشيء، مجرم ما يأخذوا ما يودوا للسجن، يخلوا مطلق السراح حتى يشوفون وين يروح من يجي عنده، فيسجلون كل هذن الأشياء ضده ثم يأخذوا مرة واحدة.
هذا استدراج، يعني يورط درجة درجة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت الله عز وجل يعطي على المعاصي تعصي، ويوم على يوم ثراءك يصير عريض أكثر، فذاك استدراج منه. ترى التفت، الله دا يورطك. ثم تلا النبي هذه الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من النجاة والرحمة. استدراج. مرة أخرى للتأمل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت الله عز وجل يعطي على المعاصي فذلك استدراج منه. ثم تلا هذه الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني فجأة، فإذا هم مبلسون، أي آيسون من النجاة والرحمة. زين. حديث شريف آخر، هالمرة هذا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا ابن آدم إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه، يتابع يعني نعمة بعد نعمة، فاحذره. ربما استدراج، ربما همو استدراج. ومنه من يقول آية قرآنية كريمة، ومنه من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وحتى هم أكو بشعر: وآخر فاز بكلتيهما، يعني الدنيا والآخرة، قد جمع الدنيا مع الآخرة. بس نادر، نادر حتى تتمكن تقول بنوع من المجاز شاذ، يعني نادر كلش 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 قليل، فتقول له هذا شاذ بنوع من المجاز. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولو أن الناس حين، عفوا، يا ابن آدم إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه فاحذره. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.